قال لي لا انا عايز اموت هنا. ممتلكات الموسيقار الكبير حلمي بكر كبيره وعديده. هل اتحدث معاك عن الممتلكات او اللي من تمتلكها بعد وفاته؟ لا دي حاجات مش هنقدر نتكلم فيها لان استاذ حلمي بكر ثروته او ممتلكاته يعني كانت مستر عليها شويه. انا مش هقدر افتكر. استاذ بسام قول لي يعني المفروض النهارده كان مراسم تشيع العثمان وثم طبعا الدفن وخلافه. التعطيل سببه التعطيل. انا لما كنت عنده الخميس سايبه الخميس الساعه 2 بالليل. تمام. الجمعه الساعه 4 العصر اتصل طبعا انا بزوجته على طول عشان اتابع حالته، قلت ان انا وديته المستشفى. ولما راح المستشفى عضلة القلب وقفت. تمام. لما عضلة القلب وقفت فقد الحياة. الحقني تعالى لي بسرعة، فجريت على هناك. فرحت طبعا لقيت الدنيا مقلوبة هناك، الأقارب. محدش منعك ولا مرة انك تدخل على الفنان حلمي بكر؟ لا 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 لا، أنا طلعت له فوق الأوضة. ولا الحارس اللي احنا سمعنا عنه حارس اللي هو الحارس كان في حارس باين عطار ولا مش عارف ايه فين؟ انا ما اعرفش احنا ده كل ده اللي تم تداوله فانا متاكد منه. انا رحت المستشفى اللي كان في الشرقية وطلعت فوق لما عرفوني او عرفوا شخصيتي دخلت زوجته كانت مانعه اي حد في الشارع. حفاظا على حرمه الميت يعني حرمه الميت. دخلت فلقيت نايمه على السرير وهي عماله تبكي. فقعدت اقرا قران في على النار وقعدت اقرا القران سوره ياسين سوره الرحمن واقع. وبعدين هنعمل ايه؟ قلت اتابع الاجراءات. سالت على الاستاذ فتحي اخوه المفروض ان احنا هنتقابل سوا. عرفت ان هو فوق عند المدير. طلعت فوق معايا صوت شويه استاذ بسام. طلعت فوق لقيت الاستاذ فتحي بيتكلم على الورق عايز يمضي سماح مراته مخلصه كل حاجه يعني. تمام. خدت الورق فكان بيعاتب الدكتور ازاي يديلها الورق احنا اخواتي واولى بيه احنا كذا احنا كذا. كان اختلاف وجهات النظر. تمام. هي لها وجهه نظر ان ده جوزها وعايز تاخده في البيت عندها او في بيته هو يتغسل ويتكفن ويطلع من البيت. بيته اللي هو توفى فيه. بيته اللي هو توفى فيه. اه. هم شايفين من وجهه نظر ثانيه ان ده لحمنا ودمنا. ده لحمنا ودمنا واحنا احق بيه منها. طيب اسالك تاني سبب تاجيل تشييع العثمان ليه؟ سبب تاجيل تشييع العثمان لان احنا المفروض حصل اشكال زي ما قلت لحضرتك دلوقتي والخلاف وصل للشرطه. وتدخل النيابه. فسبتهم راحوا الشرطه وانا ما سبتهمش. قعدت معاه وراح الشرطه. هنا مستشفى السلام ولا هناك؟ هناك. هناك في الشرقيه كده. في الشرقيه كده. لما راح الشرطه هناك الضابط قدر يطبلهم وقال لهم انتوا خدوا الورق. وانت خد الجثمه